مساكم الله بالخير ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وكل عام وانتم بخير في ثاني ايام عيد الفطر المبارك. عيدك مبارك رقية، وطبعا عيدكم مبارك مشاهدينا الكرام. في ثاني ايام عيد الفطر المبارك نطلع عليكم في برنامجكم مجتمع واعي. تقبل الله صيامكم وطاعتكم، الله يديم الافراح دائما على الامتين العربيه والاسلاميه. العيد هالسنه غير، يعني صار في ظروف استثنائيه، ظروف تخلينا نقعد في البيت وما نتجمع في الميالس، وهذا الشيء علشان نقدر نحن نطبق مبدا التباعد الاجتماعي ونسيطر على انتشار فيروس كورونا. بس اكيد اتباع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه والالتزام فيها هي خطوه يعني مطلوبة من كل مواطن ومقيم لدعم الجهود الوطنية للحد من تفشي هذا الفيروس، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهذه الأرض الطيبة. اليوم يوم فرح، يوم يأكد فيه أبناء الوطن على التزامهم وحبهم للبحرين وهلها من خلال اتباعنا للإجراءات الصحية، ونحافظ ونعزز طبعاً الصحة العامة عند كل أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية. بالتأكيد رقية، طبعاً يعني أنا بسألك يعني أول يوم العيد اللي هو أمس، شنو سويتي؟ شنو الأشياء الجديدة اللي إحنا ما تعودنا عليها طبعاً؟ أول شيء يعني بقول إن أنا كنت قاعدة في البيت، هذه رقم واحد. عيت في البيت والتزمنا طبعاً بالإجراءات الاحترازية. كان الموضوع شوي صعب، ولكن لأن إحنا طبعاً أول شيء نحب ديرتنا، ولأن إحنا نبي نحافظ على كل المجهودات الكبيرة اللي تقوم فيها مملكة البحرين واللي في الصفوف الأمامي، فكان لازم إن إحنا نكون في البيت. بس ما نسيت البلاليط. طبعاً ضروري، طبعاً يعني الكل ملتزم، ومثل ما قلت اليوم يوم فرح، يعني حتى اليوم مشرفين الإخوان من الفرقة الموسيقية، يعطيكم الصحة والعافية. خوش بداية يعني بدأنا فيها اليوم معاكم مع يعني معزوفة تبين عيني، الله يعطيكم الصحة والعافية. مشاهدينا عندنا العديد من فقرات اليوم، لكن بعد هالفاصل. طبعاً مشاهدين احنا في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، هذه الايام المباركه علينا جميعا ايام فرح، ويا رب ان شاء الله تكمل فرحتنا لما فعلا نحد من انتشار الفيروس وكلنا يد بيد. انت سالتني قبل ما نطلع الفاصل بسام، قلت لي شلون احتفلتي باول يوم العيد؟ دوري انا الحين اسالك. طبعا غير اني قعدت في البيت، يعني انا اول شيء حرصت اني اسويه، اول شيء اتابع برامج تلفزيون البحرين، يعطيهم الصحه والعافيه الزملاء، يعطيهم الصحة والعافية بعد اخواننا وزملائنا فواز ولولو. في حلقة امس صراحة كانت حلقة استثنائية، ويعني قدموا لنا شيء جديد للأمانة وشيء مشرف، الله يعطيهم الصحة والعافية. يعني فعلا حسينا يعني مع الإجراءات هذه، مع الوضع اللي احنا قاعد نعيشه، تلفزيون البحرين حسسنا انه فعلا عيد. يعني
يمكن هو اللي اختلف بس ان احنا كنا قاعدين في البيت، بس الفرحه هي نفسها. اكيد طبعا فرحه موجوده أكيد. وان شاء الله كلنا نتجمع في القريب العاجل ان شاء الله من عقب ما تنقضي علينا هذه الازمه او هذه التحدي مثل ما احنا دائما نسميه. اللهم امين. مشاهدينا طبعا في هالايام اللي نحتفي فيها بايام عيد الفطر المبارك وليالي هذا العيد، طبعا احنا يعني واحنا قاعدين بين اهلنا واسرتنا الصغيره يباشر العديد من الكوادر الوطنيه اداء واجباتهم على اتم وجه، ومن ضمن هالجهود هي جهود الإدارة العامة للدفاع المدني. يسعدنا طبعا ان احنا نتواصل معاهم اليوم عبر هذا النقل المباشر من غرفة عمليات الدفاع المدني، وينضم لنا طبعا الملازم اول محمد الرئيس ضابط علاقات عامة بالإدارة العامة للدفاع المدني. طبعا اول شيء نبارك لك ونقول لك كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. يعني العمل على مدار الساعة يعني امر معتاد عندكم في إدارة الدفاع المدني، ويعني في غرفة العمليات يعني هل ترى ان الوضع في اول ايام العيد مختلف عن غيره؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وانتم بخير جميعا. في البداية نحب ان نهني القيادة الرشيدة والشعب البحريني وجميع المقيمين على هذه الارض بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونتمنى لهم الصحة والعافية وكل عام هم بخير جميعا ان شاء الله. طبعا في البداية ما يختلف الوضع في غرفة العمليات، فهي راح تكون على أتم استعداد على مدار الساعة بتلقي جميع البلاغات والتعامل معها بالشكل المناسب ومن خلال سرعة الاستجابة. أيضا يوجد هناك 13 مركز على مستوى جميع مناطق ومحافظات مملكة البحرين على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل احترافي. وبالنهاية احنا نطمن الجميع أن الإدارة العامة للدفاع المدني متواصلة جهودها ونهجها اللي هي حماية الأرواح والممتلكات. نعم، يعني ملازم أول محمد نبي يعني نستفسر وياك عن نوعية البلاغات في هذه اليوم، وهل تقل البلاغات مع التزام الجميع بإجراءات مواجهة كورونا؟ طبعا بكل تأكيد عند الالتزام بالإجراءات الوقائية تقل جميع البلاغات. مثل ما أنتم عارفين أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 حثتنا على البقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا في الحالات الضرورية، فأغلب الحالات أو البلاغات اللي تواجهنا حاليا وفي هاليوم وفي الأيام اللي تمر علينا هي بلاغات الحوادث داخل المنزل، أكثرها يكون بسبب الإهمال وعدم العناية. فإحنا بدورنا قمنا بحملات توعوية على مستوى جميع محافظات مملكة البحرين، وحثيناهم على تتبع اشتراطات السلامة اللي هي أهمها وجود طفاية الحريق، وجود كواشف الدخان، وجود معدات الإسعافات الأولية، التأكد من التوصيلات الكهربائية أن تكون بالشكل السليم والصحيح، وما نحول المحولات الكهربائية أكثر من طاقتها، وبالنهاية دائما نراقب الأطفال وما نقفل عنهم داخل المنزل. طبعا يعني مثل ما يعني نعلم جميعا بان عمليات التعقيم لا زالت مستمره وتتم جنبا الى جنب طبعا الى مباشره البلاغات، يعني شلون ساهم الاستعانه بالمتطوعين في سرعه انجاز العمل وتعزيز ايضا الشراكه المجتمعيه؟ طبعا ينقسم عمل الدفاع المدني حاليا في الاوضاع الراهنه في البلاد على قسمين. المهام الاول يكون مباشره البلاغات الاعتياديه اللي نواجهها كل يوم، اما القسم الثاني والمهام الثانيه الموكله لنا هي عمليات التطهير اللي نقوم فيها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. طبعا من مبدا الشراكه المجتمعيه تمت الاستعانه بفريق من المتطوعين، ولله الحمد ساهموا بشكل كبير لنا وكانوا داعم رئيسي ما وصلنا عليه احنا اليوم وحققوا نجاح باهر ميدانيا. نعم، يعطيكم الصحة والعافية الملازم أول محمد الرئيس ضابط علاقات عامة بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك. مشاهدين ما تخلو أعيادنا وأفراحنا في مملكة البحرين من الفنون الشعبية والموسيقية اللي تزيد أكيد فرحتنا بالعيد بهجة وسعادة. أكيد طبعا يعني في مثل هذه المناسبات دائما ما تكون الفرقة الموسيقية للشرطة عنصر أساسي بمشاركتها في فرحة الناس يعني بآلاتها الموسيقية واستعراضاتها الجميلة، وإحنا سعيدين بتواجدهم معانا اليوم في الاستديو.
طبعا مشاهدينا عيد الفطر له فرحه خاصه في كل البلدان العربيه والاسلاميه، وعاده ما تتنوع الطقوس في الاحتفال بالعيد من بلد الى اخر، لكن هالسنه توحدت كل اساليب التعبير عن الفرح بسبب الاجراءات الوقائيه اللي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا. بالفعل يعني بسام، في هذه السنه تم الغاء كل التجمعات في الاماكن العامه تطبيقا لمبدا التباعد الاجتماعي، وهالشيء يعني اكيد بلا شك له تاثير على الجميع كبار وصغار، لكن اللي يمكن تاثروا اكثر هم الاطفال، يعني اللي بلا شك يتطلب في هالفتره نحن يمكن نتعامل معاهم يعني بشكل في حرص اكثر والاهتمام في نفس الوقت. بالتاكيد احنا هذا الموضوع يعني راح نطرحه مع ضيفتنا الكريمه في الاستديو الدكتوره فاطمه الكوهجي عضو مجلس الشورى. يا هلا ومرحبا فيك، وكل عام وانت بخير. طبعا وانت بخير، صحه وسلامه. يعني دكتوره، يعني احنا في وضع استثنائي، شلون نهيئ الاطفال في هذا العيد انهم يعني يتقبلون فكره ان يقعدون في المنزل؟ شلون نقنعهم ان هذا العيد غير عن باقي الاعياد؟ طبعا بدايه انا اشكركم على الاستضافه، والفرحه هذه اللي احنا فيها الحمد لله يعني فرحه العيد، واتمنى ان شاء الله الجميع يكونون مبسوطين وفرحانين في البيت. احنا طبعا ما نعتبره ان هذا الشيء حظر ولا شيء ان احنا ملزومين قاعدين فيه. استعداد الطفل انا احس ان الاسره نفسهم كوالدين هم اللي المفروض يهيئون الياهل من قبل العيد. نعم. يعني الكلمات الايجابيه اللي تعطي للطفل استعداده ان احنا بين العيد. احنا في قبل يعني الاعياد اللي طافت الامهات يعني طبعا كانوا يروحون يشترون الثياب واليهال معاهم، والبنت كانوا يحنوها، ليش لا؟ مفروض احنا نستمر بنفس الطريقه، اذا الام بتتحنى بروحها ولا بتحنى الياهل. وبعدين حلو مشاركه الطفل في الاستعداد للعيد. انا اليوم لازم اخذ هاي النقطه، وجودي مع عيالي في البيت دافع ان انا اخلي الياهل يبدع، أعطيه مسؤولية اختيار طريقة الاحتفال بالعيد من قبل العيد. مثلا إذا أنا عندي عيال صغار إحنا ممكن نزين البيت، طبعا كل الحين صار يزين البيت ويعني من الليتات ومن كل شيء، بس حتى فكرة حلوة واحدة قالت لي أنا شريت لهم صحون وقلاصات ملونة بهجة العيد. بهجة العيد كل ياهل يبي له شيء. انزين انت يعني حتى الماسك القناع نفسه الياهل بيلبس، ليش ما انا يعني احاول مثلا مع ولدي ولا بنتي نسبق القناع ولا اللونه بلون الثياب؟ نعم. على اساس انه هو اذا بيوقف بيسلم ولا يعني بيشوف احد لابس قناع بنفس اللون لون الثياب اللي عليه، هو استعداده للعيد خطوه اساسيه في البيت، لان احنا مجتمع واعي. ترى الجميع انا تروالي مو بس احنا، الجميع خذ هذه الخطوه وشفنا هالخطوه. ترى اول يوم العيد ثاني يوم العيد طبعاً. يعني اليهال حتى هم على يعني السوشيال ميديا اللي قاعد يتواصلون ان اليوم انا حصلت هالكثرة ايديه من البنفت، فصاروا الحين حتى استقلال البنفت يعني يعني الحمد لله. فصار استعداد للعيد انه شيء فرحه، ما نقص شيء. ترى الفرحة هي موجودة، ما نقص شيء منه. إن كورونا أثرت علينا؟ لا، كورونا خلتنا إحنا نتحد وخلي عيالي أربيهم بطريقة إن يبدعون يقررون شلون يبون يحتفلون في العيد. صحيح. أنا يمكن دكتورة يعني بذكر نقطة وأتوقع يمكن كلنا بعد شفناها، الأطفال اليوم إحنا لما كنا نقول مجتمع واعي الأطفال ترى كانوا جزء من هذه المجتمع. نعم. شفنا وايد فيديوهات كانوا عيالنا أو يعني من مختلف الأعمار ومختلف الفئات العمرية كانوا يتكلمون عن الكورونا، هم عارفين بالموضوع، موضوع قعدتهم في البيت وعدم ممارستهم خلينا نقول حق الدراسة اللي عن بعد. نعم. يشوفون شلون أن في الأهالي ملتزمين بقعدة البيت، هذه أمور بعد خلتهم أنهم يعرفون شو اللي قاعد يصير ويكونون شريك فاعل ويانا، لكن يبقى الطفل طفل. نعم. يعني ممكن يمر بلحظات يشعر فيها بالملل. نعم. لو شنو احنا حاولنا ان احنا نعطيه شويه اجواء من الفرح والسعاده بيتم عند الملل. سؤالي لك دكتوره، شلون انا في ذي الفتره احاول اشيل عنهم الملل واخليهم دائما كذي مستانسين؟ ترى عيالنا مو بس الحين ملل بسبب كورونا، ترى كل ما الياهل حصل على شيء يطلب شيء اكثر، ف
فهذه يعني احنا من قبل نشوف يا هل انا متمله لبا اطلع، انا متمله انتم ما وديتوني. اليوم شو اللي بس يود عنهم؟ المجمعات والسينما مثلا ولا المطاعم هالاشياء وطلعاتهم هم تجمعهم يوم الخميس. اول كان لنا طول الاسبوع في المدرسه يوم الخميس يتجمعون. هذا اللي تغير ترى ممكن انا اخذها نقطه ابني في قلب ولدي ولا بنتي، ترى انا ممكن اصير ولا يعني اتواصل مع ربعي على السوشيال ميديا. اليوم طبعا هم عندهم تواصل، بس الحلو اللي فيه ان الياهل هو ياخذ قرار. انا دائما اقول ما لازم احنا قدام عيالنا نقول الاشياء السلبيه. يعني في بعض الامهات الله يهديهم، هل كثر عدد وفيات، هل كثر عدد اصابات، ليش انزين تخوفينا؟ في ام ثانيه قالت والله انا ولدي ولد صغير جريد 4 من يوم ما صار هالمشكله الولد في المطبخ مع الام تعلم يطبخ. يقول بس كذي يسوون الاكل. يعني هي الام تقول قلت والله عافيه عليك انا دخلتي ولدك. قالت اي الحين انا صار عندي لقه مشتركه بيني وبين ولدي انه لما هو يسالني عن طبعا طباخ الام فيعني يقول يما انت شلون تسوين هالوايت صوص؟ شلون مر شنو؟ فالياهل صار عنده لقه تواصل مع امه. نفس الوقت زادت الانشطه ما بينهم يعني بين الاسره والاطفال. العلاقات الاسريه دكتوره تحسينها زادت. زادت. نعم. زادت لدرجه ان حتى بين الرجل والمراه نفسهم الحمد لله احس انه صار في عندهم لقه للتواصل. صحيح. لقه التواصل ان انا شلون اعد البيت ولا شلون مثلا انا اتحاشى من هذه. وغير هذه صار في البيت نفس الوقت يعني تطلعات الى امور اخرى. يعني واحده تقول لي انا والله زوجي رايح يا يقول ما تبين شيء من المخزن. يعني من وين من متى يعني ان انا زوجي يقول لي ما تبين شيء؟ ترى حلو لما مشاركه فعليه بين الام والاب يصير هذه اسقاطات لا شعوريه على الاطفال. على الاطفال. نعم. فيعرف الياهل ان امي وابوي متحدين، امي وابوي قالوا يسوون شغل شيء في البيت وبعدين بجو حلو. صحيح. يعني معناته ان احنا ما تغير شيء علينا. في بعض اليهال يقولون والله احنا نشوف ابهاتنا اكثر الحين فمستانسين. يعني هو يمكن صار دكتوره تحدي في جميع النواحي، صار تحدي اجتماعي وبعد صار تحدي صحي. يعني في عيد الفطر المبارك شفنا هذا التحدي الصحي في مختلف النواحي والمجالات من ناحيه الترتيب والعادات الشرائيه. لكن الفرحة مثل ما هي نفسها، هي نفس الشعور اللي كنا نحس فيه، نفس الفرحة اللي كنا نحس فيها مع سماع التكبيرات اللي طبعا كان مالك المكان. بالتأكيد رقية، طبعا فرحة اليهال وقعدتهم الصبح لمتابعة يعني الصلاة هي اللي تحسسنا بروح العيد الجميلة والأجواء الروحانية. يعني أجواء العائلية وهالمرة يعني خلينا نقول عنها يعني أجواء غير عن باقي الأعياد، لكن حلو ان احنا نقعد مع عائلتنا الصغيره، حلو ان احنا نقعد معاهم نتريق معاهم نتسلم مع بعض، نقعد نشوف مسرحيات العيد كالعاده يعني. وكذلك ايضا مشاهدينا احنا راح ننقل لكم هذه الاجواء مع زميلتنا شوق العثمان اللي عدتها التقرير عن فرحه العيد في هالظروف الصحيه. نتابع التقرير ونرجع نكمل حديثنا مع الدكتوره فاطمه. فرحة العيد مستمرة ضمن الضوابط الوقائية والإرشادات الاحترازية، فحتى لو تغير وضع التواصل يبقى الفرح والسعادة أصل هذه الشعيرة المباركة. في يوم العيد احتفل الأهالي بعد صلاة العيد اللي تنبذها عبر التلفاز وأقامها أهل البيت مع عائلاتهم الصغيرة من خلال إرسال التهاني والتبريكات إلى الأقرباء والأصدقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتبادلوا الصور والعيادي من خلال القنوات الإلكترونية المختصة بذلك. العيد أبداً لم يفقد طعمه في المملكة، إنما تغيرت ظروفه وأصبح الجميع يتفنن في طرق إرسال الهدايا والرسائل. وحتى ترتيب القدوع على الطاولة هذه المرة غير، لأنه كان قدوع بسيط يحب أهل البيت، وهدايا العيد كانت مملوءة بالحب والاهتمام. هذا العيد كان فيه اهتمام أكبر بالعائلة الصغيرة، اهتمام أكبر بالأبناء ورغباتهم، والآباء والأمهات واحتياجاتهم. أصبح عيد سعيد بتكاتف العائلة والمحافظة على الصحة والوطن. شوقي العثمان لبرنامج مجتمع واعي.
رجعنا لكم مره ثانيه مع ضيفتنا الكريمه الدكتوره فاطمه، ومستمرين معاك بالحديث عن يعني عن العيد وعن فرحه العيد وشلون احنا نقضي العيد في البيت مع اطفالنا. يعني اول يوم يعني هو طبعا في العاده حتى في الايام العاديه من غير كورونا الكل يلتزم في البيت عاده في اول يوم العيد، ممكن احنا نلزمهم يقعدون في البيت، لكن عندنا ثاني العيد وثالث العيد. يعني هل في طرق مثاليه من وجهه نظرك ممكن احنا يعني نقدمها لاطفالنا خلال هالفتره؟ هو يعتمد على عمر الطفل. نعم. مثلا اذا الام عندها اطفال كلش صغار ممكن ان هي تستقل وجودها في البيت بالعاب، ان يعني الياهل احنا مثلا احنا تذكرون زمان اول نلعب بر وبحر على الزوليه صح؟ زين هذه اللعبه وايد حلوه، فانت ليش يا ام ما تستقلين وجودك مع عيالك الياهل خاصه اذا هم صغار؟ زين احنا كنا نلعب خشيشه بس الحين اليوم ما في حوش ان يلعبون خشيشه، اوكي ما علي بس ممكن انت يعني على قولتهم الياهل يعني تريجر هاند هم عندهم العاب ثانيه. فارجع واقول على عمر الطفل، بس اذا انت عندك مراهقين، المراهقين ما تقدر تلعب معاهم الاشياء. انا حلو اني احس ان الام اذا اعتمدت عليهم في هالمرحله في هالفتره ذي انه يطلعون لها اشياء معلومات من النت، وما يحبون النت، خليهم استقليهم يا ام. ممكن ان انت يطلعون لك مثلا اذا انت تبين وصفات حق الطبخ ممكن، يعني معناته في النهاية القرار يكون على الأم والأب أنت شلون تجزئ وقتك مع عيالك على حسب عمره. نعم. وحسب ميوله واتجاهاته. حسب ميوله واتجاهاته. وايد زين حلو مثلا إذا أنت هم كبار ممكن احنا نسوي مثل كله بيكنيك، يعني خاصة إذا الواحد عنده حوش، مثلا ناس يقولون احنا عايشين في شقة ما نقدر، انزين حتى في الشقة أنا ممكن أسوي أشياء ثانية. نعم. مثلاً الفن، الرسم، ولكن في النهاية لازم أنا أداقل ميوله وأطلع مهاراته علشان المهارات هذه تعكس إيجابياً عليه. صحيح. نعم. ما أعطي إرشادات do and don't، هذه إرشادات سوي لا سوي لا، أسأله إيش تبي تسوي؟ انت مجرد ما تساله ولا ايش رايك انا نسوي كذي ولا انا ما اعرف ذي، فهالامور هذه تخلي ان عيالك يجون يقولون لك اي انا في يعني لي شخصيه ولا امي ولا ابوي اللي اكبر مني سنا يلجؤون الي ان انا اعطيهم الراي. هني انت تكون شخصيه ولدك وتكون شخصيه بنتك، اما اذا انا اعطيهم اوامر سودي 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 ترى هني الملل بيطقج عالي جدا. نقدر نقول دكتوره في النهايه الموضوع كله في يد الام وفي يد الابو. اليوم الكورونا يمكن عطتنا دروس وايد. نعم. غيرت وايد في ميولنا في اتجاهاتنا حتى في اسلوب حياتنا، فاحنا نتمنى ان هذا التغيير يكون تغيير ايجابي، وان شاء الله هذا الشيء ينعكس فعلا حتى على ابنائنا. احنا سعيدين جدا بوجودك معنا خاصه في ايام العيد، ويعني يا رب ان شاء الله تكمل فرحتنا كلنا ان شاء الله بان احنا نخلص من هذه الازمه على خير. يعطيك العافيه. شكرا. الدكتوره فاطمه الكوهجي عضو مجلس الشورى، شكرا لك وعلى تواجدك معنا. شكرا على حضورك دكتوره. بسام احنا ايام العيد وفرحه العيد يعني لازم عندنا شنو؟ طبعا الفرقه الموسيقيه. تفضلوا. تفضلوا.
يعطيكم العافية. طبعا مستمرين معاكم مشاهدين الكرام في هالفترة من العام الماضي في الظروف الطبيعية، طبعا تزداد الزيارات والتجمعات بين الأهل والأصدقاء، لكن طبعا هذا الظرف العالمي اللي العالم كله قاعد يشهده فرض علينا اللي هو التباعد الاجتماعي عشان نحافظ على سلامة الجميع وما ينتقل الفيروس إلى الناس اللي نحبها، ربعنا والناس اللي فعلا يعزون علينا. بالتأكيد يمكن يعني البعض يستحي أو أنه هو يرفض عزيمة أو يرفض لقاء، لكن هذا شيء طبيعي طبعا أنه هو ينحرج لأنه بحكم اللي تربينا عليه وتعودنا عليه من عادات وتقاليد رقية. أكيد طبعا، لكن رغم هذا الشيء إلا أن السلامة والصحة يعني أهم وايد من التواصل المباشر وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يا رب احنا دائما نقول هي فترة بسيطة ويا رب إن شاء الله راح تعدي ويرجع الوضع مثل ما كان وأحسن بعد إن شاء الله بإذن الله. بالتأكيد، واليوم مشاهدينا عندنا يعني ضيفنا معانا عبر السكايب الدكتور خليفة المحرزي استشاري في مجال العلاقات الأسرية، بيجاوب علينا وعلى جميع أسئلتنا وبيعطينا بعض التقنيات والأساليب في سبل الاعتذار عن قبول العزائم والدعوات ولكن بأسلوب لطيف. مسي عليك بالخير دكتور، طبعا عيدك مبارك بداية. شلون احنا نقدر نتواصل مع الأهل والأصدقاء في مثل هذه الظروف؟ لا شك أن هذا العيد يعتبر سابقة في تاريخ البشرية وخاصة هذا الجيل، وأعتقد أن هذا العيد لن يتكرر إلا بأجيال قادمة، كونه حبس كثير من الأمم والشعوب في بيوتها، لكن ومع ذلك يبقى العيد عيد في القلوب. العيد بسمة والعيد فرحة والعيد نسمة والعيد بسمة يسطرها الإنسان، كما جاء في الحديث عن المصطفى اللهم صل وسلم عليه وهو يقول لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. ولذلك يجب علينا أن نستشعر أهمية السعادة وإبرامها ونشرها في هذه الأيام المباركة، لأنها جزء متمم من شهر رمضان المبارك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا تعظيم للعيد، أي بمعنى أن نحن نختم شهر رمضان المبارك بإيجاد الفرحة والبسمة. فلدينا عيدان: عيد الفطر وعيد الانتهاء من إنجاز عظيم أمضينا فيه مدة 30 يوما من الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الرحمن. فهذه فرحة يجب أن نرسمها في قلوبنا وكذلك نشعها ونبثها في كل الأرجاء، بين أصحابنا، بين أهالينا، بين أقاربنا، بين جيراننا، حتى نستشعر بأن العيد لا يزال يبث في القلوب وإن تباعدت الأجساد بسبب هذه الجائحة. دكتور اكيد طبعا كل عام وانت بخير، ولكن مثل ما انت عارف يعني دكتور احنا في وقت العيد، شلون ممكن ان احنا نرفض الدعوات والعزايم في ظل هذه الظروف الاستثنائيه لكن اكيد باسلوب لبق بحيث ما حد يزعل منا؟ في العيد نحتاج ان نطبق التاءات الخمس: تاء التآلف، تاء التشارك، تاء التواصل، تاء التعاون، تاء التحاور. هذه التاءات يجب أن تتم وفق استراتيجية عدم إيجاد نوع من الحرج في قلوب الآخرين. إن دعانا إنسان لا سمح الله إلى المجيء للمنزل أو طلب الاتيان المنزل لمباركة العيد، يجب أن نستخدم نوع من الاتيكيت بأن والله العين ما تسعك، المكان ما يسعك، نحطك فوق روسنا، نحطك في عيوننا، لولا أن نحن يجب أن نكون أولى الناس بالالتزام بتوجيهات الحكومة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، سواء كان بالاتصال الهاتفي أو حتى بالمطابقة بالجيران. فبالتالي يتم الاعتذار بكل باقة. نقول نستخدم دائما كلمة لكن، أننا والله ودي من عيوني، بارك الله فيك، شكرا لك، ما قصرت. أستخدم لغة الثناء وأتممها بكلمة لكن: لولا أن هذه الظروف والله لبينا الدعوة، لولا أن نحن ملتزمين بتعليمات القيادة الرشيدة في البقاء في المنازل والثبات على هذا الحجر بسبب الجائحة، والله لبينا الدعوة، لكن دعوتك واصلة، دعوة طال عمرك موجودة، لك الشكر، لك الامتنان. فبالتالي نحاول قدر الإمكان أن نعتذر بكل باقة مع قبول الدعوة والاعتذار منها بوجود كلمة لكن، لأن هذا الحاجز الذي يمنعني من الاقدام أو تلبية هذه الدعوة. فبالتالي تكون فيها نوع من المرونة الإيجابية والذكاء العاطفي
في التواصل مع الآخرين بدل ما أنا أهاجمه أو أنتقده أو أني مثلاً أعصب عليه، لا، أتعامل معه بكل هدوء وبكل مرونة وبكل ذكاء، أستقبل دعوته بفرحة وبشكر وبثناء وبجزاء، لكن أقول له ترى أنا ملتزمين بهذا القانون وأنا وأنت مفروض تكون أول الناس بهذا الالتزام حتى نعطي صورة جميلة لباقي المجتمع والأفراد المجتمع بالبقاء في منازله. نعم دكتور، أنا شخصيا يعني بعمل بهذه النصيحة اللي تفضلت فيها، لكن هل من نصيحة أيضا توجهها للأهالي والأسر بشكل عام في هذه الفترة؟ أنا أوجه نصيحة لكل عائلة، إن اجعلوا من العيد عيدا في قلوبكم، اجعلوا هذا العيد بكل لحظاته وبكل ساعاته هي فرحة، هي بشرة، هي أمل جميل للآخرين. لا نبدأ نندب حظنا، لو والله هذا العيد ما قدر نطلع، ما شفنا أهالينا، ما شفنا كلا، وإنما لا ننظر إلى الجانب السلبي وإنما ننظر إلى الجانب الإيجابي، أن نحن في صحة في سلامة وفي أمن وفي أمان، وأن هذا العيد الحمد لله على الرغم من بقائنا في بيوتنا إلا أن في مصلحة عامة للمجتمع، فهذا في خير للمجتمع وفي خير لأفراد المجتمع وخاصة الناس الذين قد يصابون من الأطفال أو كبار السن. فبالتالي أنا أزرع هذا الجانب الإيجابي في أفراد الأسرة، أنا أثر رحم من خلال التشارك، من خلال استشعار لحظة العيد، من خلال لبس الثياب الجديدة، بالتواصل الإلكتروني، التواصل الهاتفي، التواصل التقني. فبالتالي هو عبارة عن فرحة نفسية وفرحة جسدية وفرحة مادية وفرحة دينية. نجعل هذا العيد هي عبارة عن لحظة من الشكر والامتنان والفرحة بإتمام شهر رمضان المبارك، فنحن نفرح بهذا الفطر الذي أعطانا فيه المولى عز وجل الكثير من النعم التي يجب أن نستشكر وأن نستعظمها وأن نجدها في حياتنا لكي نشعر بنعمة هذه الأيام المباركة. يعطيك العافية دكتور خليفة المحرز، استشاري في مجال العلاقات الأسرية. يعني بسام، أتوقع يمكن النصائح اللي قدمها لنا الدكتور يعطيه العافية مرة ثانية، يقول إن إن شاء الله يعني الناس فعلا تأخذ بهذه النصائح، وترى يا جماعة الموضوع ما يزعل، باخذونا لازم ضروري خوش خطة الصراحة أعطونا الدكتور. نعم نشكر الدكتور. طبعا مشاهدينا، تختلف الظروف، تتغير المواقف، والأكيد هو إن إحنا نزداد فخر واعتزاز باللي تقوم فيه البحرين في هذه المرحلة الاستثنائية من إجراءات وقائية واحترازية ومن جهود وطنية تأكد على أن المواطن هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن. بالفعل بسام، كلنا اليوم لازم نلتزم بالإجراءات الصحية وندعم الجهود الوطنية من خلال بقائنا في المنزل وما نطلع إلا للضرورة فقط. اليوم كلنا نشكل فريق البحرين، ولابد أن احنا نحول هذا الظرف الاستثنائي إلى فرصة للنجاح والتميز من خلال الاستفادة من قدرات ومهارات كل شخص فينا في هذا المجتمع. بالتأكيد رقية، والله يحفظ البحرين وهلها يا رب. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا، وإن شاء الله نلقاكم باكر في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي، ونترككم الحين مع معزوفة نعم نعم مع الفرقة الموسيقية للشرطة وفمان الله. مع السلامة.